إقليم كردستان مؤسف الحقيقة. قبل أقل من شهرين أو ثلاثة كنا نحن والجيش العراقي كنا نقاتل سوية مجموعة إرهابية شرسة قامت بتدمير العراق ومحافظات العراق، وعاثت في الأرض فسادا لسبب واحد فقط، أنهم أرادوا أن يفرضوا رأيهم على الآخرين بكل وقاحة. نحن فتحنا حدودنا وأبوابنا أمام الجيش العراقي لكي يحرروا الموصل ومدينة الموصل والمدن الأخرى التابعة لمحافظة نينوى مثل تل العفر والبعاج وسنجار وغيرها، أقصد قصبات سنجار. نحن الذين كسرنا الخط الدفاعي الأول في بعشيقة وفي برطلة والحمدانية وغيرها فتح الطريق أمام الجيش العراقي لكي يقوم بتحرير الموصل من خلال مدخل مدينة أو منطقة جوجلي ويدخل بها إلى الساحل الأيسر ثم الساحل الأيمن. يعني الحقيقة شيء مؤسف وغريب أنه خلال السنة الماضية أو هذه السنة التي نحن فيها أكثر من 3 مرات السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء زار أربيل والتقى بالسيد مسعود، وكان السيد رئيس الإقليم هو البطل الأول في العراق والصديق الأول للدكتور حيدر العبادي في هذه القضية. بين ليلة وضحاها